صرت اكلي نص خروف هلا بطل فيك تحملي. بدي اكل بيت بقوار ما بعد كمان. شو عاد عمل نبيل؟ راح قال له الحمد لله ما في شيء. بس انه لازم يعمل فحوصات كل 6 اشهر خيي ما عم بفهم. تحكي مع ميراي قبل؟ اكيد اكيد. ميرو مقربه كمان. يي علينا وعلى هالقصه اللي علينا وعلى هالعائله. كل يوم حدا فينا صح واحد بيمرض واحد. وامي عملت عمليه بعيونه. سلامتها الحمد لله على السلامه. الله يسلمك قلبي والله طيبه قهوتهم. بدك تاكل معي ولا ما؟ انا لا لا يمكن ما بحط شيء بفمي قبل الساعه 3. ليه بقى؟ ما في اعوذ بالله. طب بتعرفني ما بحب اكل لحالي. عفوا. نعم اهلا. بلاقي معك قديحه؟ نعم قديحه قديحه. ايه ولو حبيبي اهلا وسهلا فيك. تفضل. يا هلا. شو هيدا؟ شو عم تعمل؟ شو عم تعمل يا مجنون؟ يا مجنون! يا مجنون! شو عم تعمل؟